مرحبا لكم جميعا، أتمنى أن تكونوا بخير. أولا سعيدة جدا لأن أكون معكم هنا في مؤتمر ويكي نابا. هو مؤتمر يجمع مجموعات مستخدمي الأفارقة بصفة عامة. خلال هذه التجربة استفدت الكثير من الأشياء، تعرفت على ثقافات جديدة، أعضاء جدد من مختلف بقاع قارتنا إفريقيا. في الحقيقة كانت تجربة مميزة، خصوصا أنها بمدينة أكادير، مدينة مغربية تزخر بثقافاتها وبفنونها. كانت فرصة للتعرف أيضا على مشاريع ويكيبيديا الإفريقية والاستفادة من تجارب الآخرين. شكرا مرة أخرى على هذه الاستضافة الرائعة، وشكرا لمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب على التنظيم الجيد لهذه التظاهرة. شكرا.